بليك عين الغلط متأكدة عقلي بيسأل قلبي ليه بعمل كده انت الوجع اللي انا مستحليا انت اللي مش ممكن اعيش لو مش معاك انا مدمنك مع اني عارف انك طريق اخره سراب لانا قادرة من حبك اخف ولا قد اعرف أنا مدمنة ولا قد أعرض الحمد لله على السلامة. آخر مرة بتسافر لحالك؟ دول ليلتين بس ولا انتي خفتي وانتي بقيت لوحدك؟ خفت شوي واشتقت لك شوي. بابا موجود؟ أنا الدنيا جت عليا كتير بس ما حدش كسر عيني كده والكسل ما بتيجي من حد قريب انت متعشمه فيه متعشمه يبقى سندك وضهرك بتوجع اكتر بكتير اهلا حبيبتي قلت بدل ما ابعت لك السواق اجي معاه واخدك ونروح سوا ولا لسه قدامك شويه يبقى لازم تعرفي ان الحاجه الوحيده اللي هتخليني اسامح او اغفر انك تشيلي الموضوع ده من دماغك ايوه بس طب خلاص خلاص انا هقوله ان انا محتاجه وقت افكر مش موضوع التياترو اللي في مصر موضوع الغنى والتمثيل من بابه دول كان اخر ركاب على مركب ايطاليا يمكن الاسبوع الجاي كنت بشتري مستيكة واكلها واول لما سكرها يخلص ارميها واكل غيرها مشوار قصير قوي خلص اسرع من المستيكه بتاعتك كان عندك حق صدفه حلوه فعلا اجيب لحضرتك كيكه ولا تارت لا لو عايزه تخدميني بصحيح انا عايزه حاجه تانيه خير عايزاكي تحضري لنا كام صنف كده عشان يوم الخميس مفيش داعي انا قلت ان انا هتصرف ما الست بتقولك مديونالك فرصة تسد الدين
أصلي خطوبة عزيز يوم الخميس. مبروك. لايقين كتير على بعضهم. سمتك ولو ان جيتي للحق لايقه له اكتر من صوفيا. هي فين امال؟ مش معزومه، بس طنط ماجده طلبت منها تعمل كل الاكل. يبقى ما تاكليش حاجه، مش بعيد تكون حطت ملح بدل السكر. ما بتعملها، مش كل الناس عندهم هيك افكار شريره مثلك. حضرتك عارفة نبيلة؟ أهلاً وسهلاً. أهلاً. أم دم عايدة حرم الدكتور فريد جارنا. دولة هانم حرم فكري بيه عبد الجواد والدكتور حسن ابنها. تشرفنا. الشرف لينا. عن إذنكم. إزيك يا نبيلة؟ إزاي حضرتك يا توم؟ إزيك يا دمازل نبيلة؟ أهلاً وسهلاً. حسن لما عرف انكم موجودين قال لازم يجي نسلم عليكم. امال فين صديقي؟ موجود بس يمكن طلع يدخن وداخل تاني. حضرتك شكلك مش من مصر. ايه انا من لبنان. كنا بنفكر نسافر هناك اول السنه. احكي لي ايه احلى حتت تطرح هناك؟ حلوه قوي الاغنيه دي. ما بسمعش عربي قوي، بسمع فرنجي اكتر. انت كنت عايش في فرنسا مش كده؟ كنت بدرس هناك. يا ترى سافرتي فرنسا قبل كده؟ للاسف ما جاتش فرصه، لكن بابا وعدني نسافر الصيف اللي جاي. هقول لكم على احلى الاماكن للفسح هناك، ومين عارف جايز نكون مع بعض واوريكم الاماكن دي بنفسي. لو سمحت. شكر. مش عايز اجي على نعمات، بس مش قادر اشوف نبيلة كده بتدبل قدامي بالشكل ده. انا ما عنديش غيرها في الدنيا، خايف اكون ببدي نفسي عليها وبظلمها. كل الخوف اللي بتقول عليه
هخليك تعمل كل اللي تقدر عليه عشان ما تظلمهاش. مشكلة في ظلمك لنفسك، مهما حاولت تعمل عشان تسعد نبيلة مش هتعرف. مش هنقدر نسعد حد واحنا اصلا تعسى. لبس عروستك دبلتها يا عزيز. مبروك يا عروسه. مبروك علينا احنا الاثنين، عمري ما هقلقها مهما حصل. مبروك يا حبيبتي، مبروك يا عزيز، عقبال الفرح ونعمل لكم ليله من العمر. وماله يا حبيبتي، ما تعملوا، ما انتوا قدها وقدود. طيب مش تخلونا نفرح بالخطوبه الاول بعدين نبقى نتكلم في الفرح؟ لطيفة سارة. حسن كمان عريسة لنبيلة لطيف كتير، حكيت معه؟ يعني دقيقتين ما رحناش نتكلم. بتعرف انه هو كمان دكتور؟ والله؟ في أي مستشفى؟ لا ما بعرف، فيك تسأله المرة الجاية. رح نشوفهم كتير عن قريب، كأنه نبيلة كتير مبسوطة فيه. ليه نسيت الخاتم تبعي مع نبيلة؟ فت لغسل ايدي وتركته معه. ده الصباح رباح، هما مشوا قبلنا وتلاقيهم ناموا، واحنا كمان محتاجين ننام. مين قال انه رح ننام؟ الا اذا انت تعبان، بس انا بقول فينا نكمل سهرتنا بالغرفة. ممكن توطي صوتك شوية؟ شو المشكلة؟ انا رح فوت غير ثيابي عبال ما تكون جبت شي نشربه من تحت. ما تنسى تجيب كاسين. وتلج. كنت قلت لحضرتك ان في حاجات ناسيها معايا. نهارك سعيد. ما انت معايا بتقول لحضرتك الفطار جاهز. كريمة، متهيألي احنا محتاجين نتكلم. عن اذنك انا لازم اروح اشوف نادية. صباح الخير. ما قلت لك كريمة انه الاكل جاهز؟
قالت لي كنت لسه نازل اهو. بما انه اليوم اجازتك قلت لك كريمة تاخذ اجازه، هيك نقعد انا وانت ونلزم. مش مكسوف والنبي من غشك؟ لك عين تيجي وتوريني وشك؟ اما انت جريء والله ومرازي حقيقي والله، اما انت جريء والله ومرازي حقيقي والله، اما انت جريء والله ومرازي حقيقي والله. تحب نغير الطبق؟ لا انا بس علشان لسه صاحيه فصوتي ما فتحش. انما ايه التغيير الكبير ده؟ اول مره احس انك بتغني وانت مرتاحه. انا لسه بفكر يعني، اصلي اول مره هغني وانا في الصاله في وسط الزباين مش وانا على المسرح. المونولوج دمه خفيف والناس بتحب اللي بيغني يبقى قريب منها ويتفاعل معاها، ما تقلقيش. اما انت جري والله. انا عايز اتكلم معاكي. اتفضل. مش هينفع هنا، ممكن بعد الشغل نتكلم وانا بوصلك للبيت. ايه رجعت في كلامك؟ أني كلام؟ انت قلت لي انا يا الشغل، رجعت في كلامك؟ لا ما رجعتش في كلامي يا جليلة، لكن حسيت ملك ان انت لو لسه بتخيرني بين الاثنين ده ما يخليش في بيننا كلام. عن اذنك. الراجل من ساعتها فص ملح وداب كانه كان كلام اوانطه مش كلام رجاله. ما انا قلت لك حصل له ظروف فقال ناجل شويه. ايوه ايه الظروف دي؟ انا ما بتدخلش في خصوصياته، هو قال عندي ظروف انا ما سالتش. وانت بقى بتقابليه وتعرفي ظروفه فين وامتى؟ من هنا ورايح لا في نزول معاه ولا كلام لحد ما الموضوع يتم. وتفهميه كده اخواتك مش جوز كروديات عشان تخرجي وتدخلي معاه من وراهم. لا من وراك ولا من قدامك، انا مش عيله صغيره يضحك عليها ولا هو راجل ناقص يتخاف منه. يا بنت انا بعززك عليه، بالك انتي كل ما تتقال عليه اكتر كل ما يجيلك جري. جريان عماد، هو انا اللي هفهمك حركات النسوان دي؟ انا مش عايزه اعمل حركات نسوان، انا عايزه اتجوزه وبس، اتجوزه في النور قدام كل الناس من غير لا كلاكيع ولا كلام ملوش لازمه يا منصور. هو في ايه يا عماد؟ ما ترسيني كده على الموضوع يا اختي، ما تخلينيش عامل زي الاطرش في الزفه. مفيش يا اخويا، انا بفضفض معاك بتكلم. أنا خايفة يجي على الراجل يوم يندم وياخدها من قصرها ويمشي. لا استهدي بالله بس، ده أنا قلت الراجل هو اللي عاوز يرجع في كلامه، تطلعي أنت اللي بتفكري. شوف يا نعمات، أنا مش هفكرك بظروفك اللي أنت عارفاها، أنا بس هقولك إن اللي تجيله النعمة لحد عنده ويرفضها ربنا عمره ما يبارك له أبدا. طب لو النعمة دي هتيجي على كرامته يا منصور؟ مفيش بين الراجل وجماعته كرامة، واللي اشترينا نعمل له خدنا مداس. هو انت هتفضلي كل خمس دقايق تبصي لي في الساعة؟ مش حال انت كنت بتقولي ان انا وحشاكي وان احنا مش ملاحقين نقعد مع بعض؟ معلش مش عايزة اتأخر على الشغل خصوصا الايام دي. طيب ما تيجي انت معايا. لا مش هينفع، هنروح متأخر ومش هعرف اصحى واروح الشغل في ميعادي. وهو البيت يعني بيفتح بمواعيد؟ ولا دكتور فريد معين لك مسيو رمسيس انت كمان يخصم لك لو اتاخرت؟ هو صحيح لسه بيجي لكم تياترو كتير؟ هو مين؟ دكتور فريد؟ بس انا افتكرت موضوع مع لولا. لا ما بقاش بيجي زي الاول، اظن ان موضوع مع لولا ده خلاص اتقفل. عرفتي منين؟ لا ما عرفتش، بس اصله ما بقاش بيجي كتير زي الاول، وهي على طول وشها قالب وبتشرب اكتر من الاول يجي 10 مرات. أيام تبقى حنينة ودمعة هتفر من عينيها، وأيام تانية تلخبط بالكلام وتبقي عايزة تقلعي اللي في رجلك وتديها بيه على نفوخها. هي ضايقتك في حاجة ولا إيه؟ يعني مش أنت بتقول إن هي شاربة وملخبطة؟ مش هاخدي على كلامها بقى؟ ما هو علشان الكلام لما يضايقك قوي كده يبقى معناها إنه كان في حاجة صح، حتى لو مش عايزة تشوفيها ولا تعترفي لروحك بيها. أوحش حاجة في الدنيا إنك تكذبي على نفسك.
اتأخرتي قوي يا نعمات. معلش، أصل جيت مشي، والمشي من عندنا لحد عندكم متعب ويهد الحيل. ما أنا لما بعتلك السواي يقولك على الميعاد قلتلك أعدي عليكي، رجع وقال لي إنك مصممة تقابليني هنا على طول. عشان ما يصحش، افرض حد شافنا. اللي بينا مش محتاجين نخبيه على حد أبدا. أنت هتبقي مراتي قدام الناس كلها. أمال خبيتني عن بنتك ليه؟ لو سمحت، تحبي تاخدي ايه؟ لا انا مش هاكل. لا ازاي، ما صحش. لا يصح، اطلب انت اللي انت عايزه. في ايه يا نعمات؟ الامور ما بتتاخدش كده. عندك حق، يقطعني الفرخه المذبوحه تموت مكانها، ما تخبطش راسها في الحيط عشان دمها ما يطرطش على لبس البهوات ويضايقهم. أنا عارف إنك متضايقة، ده حقك، ومستعد أعمل أي حاجة عشان ما تبقيش زعلانة. شوف يا صديقي بيه، المثل بيقول زي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف، وأنا رضيت أقابلك النهاردة مش عشان نتكلم ولا نتصالح، إنما عشان أقول لك نصيبك مش هنا يا سعادة البيه. ربنا يكرمك مع واحدة من توبك وتستهلك. إيه اللي بتقوليه ده بس يا نعمات؟ أنا لو بدور على جوازة والسلام، ما اللي بتقولي عليهم دول موجودين من زمان. لكن أنا مش عايز حد غيرك، لا قلبي ولا عقلي ودوني عندهم، جابوني عندك. أديك قلت يا صديقي، أنت اللي جيت لي لحد عندي وقلت لي أتجوزك. لا أنا جريت وراك ولا ضحكت عليك، مظبوط ولا لأ؟ أيوة، ما قلناش حاجة لكن. ولما إخواتي طلبوا منك اللي طلبوه، قلت لك إن موافقتك على عيني وعلى راسي. وانا مش عايزه منك حاجه غير العشره الطيبه وبابي يتقفل علينا بالحلال. وانا مش عايز من الدنيا غير اللي انت عايزاه ده. ولما قلت لي نتجوز في بيت تاني، رغم ان طلبك وجعني سكت، مش لاني مستقليه نفسي، لكن لاني مستغلياك. قلت يا بنت حطي نفسك مكان بنته، ما مش هتقبل بين يوم وليله، خلي الايام والعشره هي اللي تقرب ما بينكم. أنا عارف إني لما طلبت منك ده كنت باجي عليكي شوية. أنت جيت عليا لما صغرتني. أنا عمري ما صغرك قدام حد أبداً. أنت لو تسمعي أنا بتكلم عنك إزاي وبقول عنك إيه. أنت صغرتني قدام نفسي، اللي أهم عندي من أي حد. أنا قلت كل اللي عندي بعد إذن حضرتك. ايه يا حبيبتي؟ اهدي بس. انا افتكرت حضرتك في الشغل. لا لسه ما نزلتش، يا عايده تحت؟ راحت عند الانسه نبيله. ما تعطلش نفسك حضرتك، انا معاها. انا بس نزلت اطبق هدومها المغسوله لما لقيتها نمت شويه. هي كويسه؟ كويسه، مقريفه بس شويه من قله النوم،
نومها صعب خالص. تلاقيها مش عارفه تنام عشان لسه مش متعوده تنام في الاوضه دي لوحدها. صحيح، انا يوم ما جيت كان سريرها في اوضتكم. لا، كانت بتنام هنا من ساعه ما جت من مصر. فصلناها عن عايده بس وقت العايه، بس قبل كده كانت دي اوضتها. وبعدها عايده فكرت ان يمكن يكون الوقت المناسب انها تبقى في اوضه لوحدها، ففكرت ان هي تنقل لاوضتي. بكره هتتعود، ما تقلقش. الاطفال في السن ده سهل ان هم يتعودوا على التغيير، لكن لما بيعدي وقت اكتر الموضوع بيبقى اصعب. مظبوط، عشان كده اول ما ناديه بقت حمل سفر تممنا الجواز، واتفقنا ان عايده تجيب ناديه ويجوا عشان تتعود على البيت وعليا. لكن اللي يشوفك معاها لا يمكن يقول ان هي مش بنتك. كفايه انها الحاجه الوحيده اللي باقيه لي من اخويا يوسف الله يرحمه. ما كانش ينفع نتحرم منها هي كمان. الله يرحمه. أنا آسفة لو قلبت على حضرتك المواجع. مواجع عمرها ما اتنست ولا استخبت. أنا عايش بيها. خاينة أنت بعد نايمة. أنت هلأ فقت؟ فقت. طيب خلينا نفطر سوا. نبيلة أجيها فطير من البلد وما بدها تعطي لبيها لأنه كتير تقيل. فعتتنين. معلش مش هلحق، متأخر على الشغل. طيب رح حطه بالفريجيدير، يمكن نتعشى. Mi piace averla fatta aspettare, ma è la procedura. Capisco che sia molto difficile per lei in questo momento. È sicura di non volere qualcuno della famiglia, un amico? Non ho bisogno. Possiamo cominciare. مش دي صاحبة طنط ماجدة؟ صاحبتها؟ أيوة، هي اللي عملت لنا الحاجات يوم الخطوبة. هي عرفتني عليها مرة بس أنا مش فاكرة اسمها. اسمها إيه؟ صوفيا. مظبوط. حقيقتنا نروح نشكرها على تعبها معانا يوميها. خليها مرة تانية عشان بس نلحق الفيلم وما يفوتناش. عندك حق. اتفقنا بلاش قهوه بالليل علشان ما تسهركش. معلش يا حبيبتي، مش جاي لي نوم. روحي انت نامي. ابدا،
لو مش جاي لك نوم هسهر معاك. ايه رايك نسمع شويه مزيكا او العب لك على البيانو؟ بقالك كتير ما سمعتنيش وانا بعزف. خليها بكره. فكري بيه عبد الجواد زارني في المكتب وعايز يجي هو والعيلة يشربوا معنا الشاي. حضرتك قلت له ايه؟ مراته وحسن ابنه مسافرين وراجعين الاسبوع الجاي. اتفقنا اول ما يرجعوا نحدد ميعاد. لازم تتعرف عليه كويس علشان لو ما طلعش شبهك في كل حاجه انا عمري ما هوافق اتجوزه. مش مهم يكون شبهي، المهم يبقى شبهك انت. ما انا شبهك يا بابا. يعني خلاص رح نسافر؟ مدير المستشفى في مصر عايز نبتدي اول فبراير، ولو كده لازم ننقل مصر اول السنه على ما نلاقي بيت ونفرشه. رح احكي مع الطنط بكره تيساعدونا نلاقي بيت حطهم. فينا نروح قبل اخر السنه هيك بنحضر راس السنه هونيك. مش هينفع يا عايده، عندي شغل هنا لازم اخلصه، مش هقدر اسيبهم قبل ما الاقوا بديل. بس الحفلات بالقاهره بتبقى احلى واكبر. هنا كمان الحفلات كويسه. طيب نبيله قالت لي انه بالتياترو عند بيا بيعملوا بروجرام حلو كتير على راس السنه، فينا نروح سوا؟ التياترو هيبقى زحمه مش هننبسط. اوعدك هنحتفل في مكان حلو. عم فكر اعمل فستان جديد، واذا نبيله كانت خطبت من هلا لوقتها فينا نروح معها هي وخطيبها. انت منيح؟ ايوه. بتسالي ليه؟ كانه بالك مشغول هاليومين. موضوع السفر شغلني شويه مش اكتر. ما تفكر فيه كتير، انا بعرف انك ما بتحب التغيير، بس كل شيء فينا نتعود عليه. نسيت. وين رايح؟ عندي تقارير المستشفى لازم اخلصها، حصل عليها تحت. داكو. نورش. يعني هنقعد في الضلمة؟ لو جوانا ضلمة ننور الدنيا من حوالينا ليه؟ انت شاربة؟ بس ده كلام سكرانين. ده الكلام الحقيقي اللي من غير زواق ولا ضحك على الوش عمال على بطال عشان الناس تشوفنا منورين وما يشوفوناش واحنا بنضبش في الضلمه اللي جوانا. طب ما تفهميني في ايه؟ ولا انت مشايعه لي عشان احل الالغاز دي؟ انا بعت لك عشان مش قادره اقعد لوحدي، خايفه. من مين؟ نفسي. هو حصل جديد؟ حصل جديد عند الناس كلها إلا أنا. أنا لسه مستني ابني اللي ما بيرجعش. لسه بقول لنفسي كل يوم انه هيرجع. لسه مش عارفه اقول لحد هو فين. سايباهم فاكرين انه قاسي.
حسب أمه اللي كبرته وسافر يبقى في الدنيا. الدنيا اللي ما شافش فيها غير الوجع. عيل ما كملش 20 سنة بدل ما يحب ويشتغل ويتفسح يشيل سلاح ويشوف حرب ودم. لسه لسه في ناس فاكره ان انا بتزوق كل اسبوع واقفل المحل عشان عندي موعد غرامي مع عشير. بشوف في السر ومخبي عن الكل. لو قلقانه من كلام الناس ممكن توقفيهم عند حدهم وتشرحي له. محدش هيرحم ولا يرحمني لما يرجع يعرفوا انه كان في الحرب. مش شايف الانجليز مضايقين على الناس اليوم حد كان في الحرب ازاي؟ انت متخيل هيعملوا فيا وفي ايه؟ النهارده بعتولي في القنصليه علشان اشوف صور. صور لعيال قد نيكي واصغر. ماتوا في الحرب ومش عارفين يستدلوا عليهم. صور عيال ميتة. مع كل صورة بتعدي على قد ما كنت بفرح انها مش صورته، على قد ما كان قلبي بيتقبض وانا بفكر في الام اللي هتقعد مكاني على الكرسي. تمسك الصورة وتشوف أحلى حاجة في حياتها راحت منها. مش عايزة أروح المشوار ده تاني. مش عايزة أروح تاني. انت الوجع اللي انا مستحليه، انت اللي مش ممكن اعيش لو مش معاك. انا مدمنه مع اني عارفه انك طريق
حبك أخف ولا قد أعرض للانسحاب.